حلقة جديدة من المشهد نخصصها أيضا لمتابعة آخر تطورات فصول الانتخابات الرئاسية الأمريكية. عملية فرز الأصوات ستكون لها أكيد تداعيات على طبيعة تعاطي كلا المرشحين مع النتائج، وأيضا المسائل الفنية والقانونية، وماذا سيعكس سياسيا على الولايات المتحدة الأمريكية داخليا وخارجيا. وفي عناوين حلقة اليوم من المشهد: 6 أصوات في المجمع الانتخابي تفصل جو بايدن عن الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب يطعن لدى القضاء ويعترض على عمليات الفرز، واحتجاجات في عدة ولايات أمريكية بسبب عدم حسم نتائج الانتخابات. إذن يحبس الأمريكيون أنفاسهم انتظاراً للنتائج النهائية التي ستفرزها صناديق الاقتراع في الانتخابات الأمريكية. ورغم عدم اكتمال النتائج في عدد من الولايات المتأرجحة التي قد تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية، قالت حملة ترامب أن تزوير النتائج لهذه الانتخابات هو ما يحصل الآن ولن نسمح بحدوث ذلك. وتحدثت عن وجود حالات خروقات في فرز الأصوات في ويسكونسون ونيفادا وميشيغان، كما أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب أنها ستطلب على الفور إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسون، وهو ما يحيل إلى مآلات وسيناريوهات عديدة قد يؤدي إليها هذا الطعن في النتائج. ينص قانون الانتخابات الأمريكية على أن الجهة المخولة في الطعون والبت فيها هي الولاية، هي الجهة المخولة بالنظر في الطعون وليست الحكومة الفيدرالية، حيث أن لكل ولاية قوانينها وآلياتها الخاصة لمراجعة نتائج الانتخابات في حال اعتراض أحد المرشحين. أما الآليات المتعارف عليها فهي أنه إذا اعترض أحد المترشحين، يعني بايدن أو ترامب، تعيد الولاية فرز الأصوات. وفي بعض الولايات يتم إعادة الفرز تلقائياً في حالة لم يتجاوز الفارق بين المرشحين 1%، كما يجري فرز يدوي للأصوات إذا تغيرت النتيجة، أما إذا بقيت كما هي فيتم اعتماده. أما إذا طعن مرشح في مجريات الانتخابات وزعم حدوث تزوير أو سرقة أصوات، حينها تقوم الولاية بالتحقيق وتبحث عن الأدلة، وحينها أيضا قد تقرر إعادة الانتخابات أو إقرار النتيجة الحاصلة. أما إذا اعترض المرشح على نتيجة التحقيقات فإنه قد يلجأ إلى المحكمة العليا، والتي قلما تدخلت في الانتخابات، لكن إذا وصل الطرفين إلى طريق مسدود فإن المحكمة العليا هي الفيصل، وهو ما حصل حينما بتت المحكمة سنة 2000 لصالح جورج بوش الابن على حساب الجور المرشح الديمقراطي. وهنا يفتح جدل آخر فيما يخص المحكمة، حيث عين ترامب القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، ما من شأنه أن يحقق أغلبية داخل أعضاء المحكمة يمكن أن تصب هذه الأغلبية في صالح ترامب إذا نظرت المحكمة في النزاع بشأن الانتخابات. نشير بأنه لا ينتخب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأغلبية الأصوات الشعبية، بل بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، وبالتالي إذا تحصل على هذه الأصوات يصبح هو الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نطرح بعض ما يذهب إليه المراقبون. تحدث المراقبون عن سيناريو قد يحصل في الولايات المتأرجحة، حيث يمكن أن يقدم الحاكم والمجلس التشريعي في الولاية التي تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين، ويحصل هذا في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسون ونورث كارولينا، ويحصل أن يكون هناك حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليه جمهوريون، وهو أيضا ما حصل في سنة 2000 حينما قدم المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون نتائجه قبل أن تنهي المحكمة العليا نزاع بين جورج بوش الابن والجور المرشح الديمقراطي. أما السيناريو المحتمل والأخير، إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات طارئة بموجب
التعديل 12 في الدستور الأمريكي، وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس. الحديث في هذه التطورات، ونحن قدمنا بهذا التفصيل القانوني لأنه سيؤثر أيضا المسألة سياسيا. معنا عبر سكايب الأستاذ رضوان زيادة الأكاديمي والباحث في الشأن الأمريكي. دكتور رضوان، أهلا بك. أهلا بكم. دكتور رضوان، إذن عدم حملة ترامب تدعو إلى عدم إحصاء الأصوات غير القانونية. في حد ذات هذه التعبيرة تحيلنا مباشرة بأننا بدأنا مرحلة من الطعن ومرحلة من التقاضي، والانتخابات خرجت من الصناديق كممارسة سياسية إلى أروقة المحاكم. هل هذا هو الجو الآن في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، عمليا هذا غير ممكن. يعني كل ما يفعله ترامب هو التشويش عبر التويتر. نلاحظ أنه حتى لم يصدر بيانات رسمية من قبل البيت الأبيض أو من قبل وزارة الخارجية أو من قبل المؤسسات الأخرى، خاصة المدعي العام. المدعي العام هو الذي يعينه ترامب، وبالتالي هناك تقريبا تشويش بطريقة عشوائية وغوغائية من خلال الحساب الخاص للرئيس على التويتر، لأنه الكل يعرف أن المعالجة القانونية لتقريبا إذا كان هناك مشاكل في عد الأصوات في الانتخابات أو حتى اتهامات بالتزوير، طبعا الديمقراطية الأمريكية لديها 240 عاما من إجراء الانتخابات في موعدها، وتقريبا هي الدولة الأولى في الدولة الوحيدة في العالم الذي يحدد فيها موعد يوم الانتخابات بالدستور. يعني الدستور يحدد موعد الانتخابات في 3 نوفمبر، وهو عطلة ليست عطلة فيدرالية، وإنما تقريبا كل ولاية تقوم بعطلة للمدارس لأنها تتحول إلى مراكز انتخابية. وكل ولاية من هذه الولايات، هناك في الولايات المتحدة أكثر من 10,500 جورجديكشن، يعني ولاية قضائية من أجل الإشراف والطعن في الانتخابات. وكل حزب من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي لديه تقريبا جيش من المحامين. لدى الحزب الجمهوري أكثر من 44,000 محامي على مدى الولايات المختلفة. يعني دكتور، بعد إذنك دكتور رضوان، يعني الحديث عن تزوير والحديث عن سرقة أصوات، هذه كله كما ذكرت تشويش على عملية الفرز. هذا تماما، لأنه لا تستطيع أي ولاية القيام بعد إعادة فرز الأصوات حتى 6 ديسمبر القادم، وهو الموعد الذي تحدده تقريبا الحكومة الفيدرالية على كل ولاية من أجل تقديم نتائج الانتخابات. الآن الذي يجري هو ما تسميه تقريبا شبكات التلفزة الأمريكية البروجكشن، يعني التوقع. تقوم بالحسابات العددية لكل عدد الناخبين، وتقوم بحسابات النسبة التي يفوز فيها المرشح الديمقراطي وحساب النسبة التي يفوز بها المرشح الجمهوري. إذا كانت هذه النسبة كبيرة للغاية ومن المستحيل على أي مرشح اللحاق بالمرشح الآخر مقارنة بالعدد المتبقي من فرز الأصوات، فإنها تتوقع من سوف يكون الفائز في هذه الولاية. ولذلك من المبكر طبعا يتم إعلان الفائز في ولايات الجمهورية بشكل مبكر تقريبا. دكتور رضوان، أنا كنت سأسألك، لكن الولايات المتأرجحة التي تتقارب فيها الأصوات هذه تتأخر شبكات التلفزة في إعلان طيب. الفائز. دكتور رضوان، كنت سأسألك حول دور الإعلام، سنأتي لهذه النقطة، وأنت أشرت إلى استطلاعات الرأي أو الأحصاء تقوم به بعض الشبكات التلفزيون ووكالات الأنباء، ولكن هذه الانتخابات الأمريكية هناك من سماها بأنها ديمقراطية الأزمات، هل هذا دقيق هذه التسمية؟ يعني كل ديمقراطية تقريبا تختبر بقدرتها على تجاوز الأزمات، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بشرية أو حتى كوارث من النوع الدستورية السياسية. وبالتالي النظام السياسي يكون تقريبا محصن أو تقريبا معد للاستجابة لكل الخيارات المحتملة. ولذلك نجد أن هناك أكثر من تعديل في الدستور الأمريكي للإجابة على بعض الثغرات التي كان تقريبا واجهها المشرعون والسياسيون الأمريكيون على مدى السنوات الماضية، وأهمها كما ذكرتم التعديل 12، والذي تقريبا يحسم الخلاف فيما يتعلق إذا ما تم تعادل الأصوات بالنسبة لكلا المرشحين
في المجمع الانتخابي، ولذلك المسألة تقريبا هي سلسة على المستوى السياسي، لكنها تقريبا هناك تفاعل من العواطف وتفاعل من الترقب، خاصة بالنسبة لشخصية مثل ترامب الذي تقريب عدد كبير من الأمريكيين يرغبون بخروجه من البيت الأبيض بالضبط. في أسرع وقت، هو يبدو ولذلك التصويت دكتور، التصويت ليس مع بايدن بل هو تصويت ضد ترامب. هذا صحيح، هذا صحيح تماما، يعني هو التصويت على شخصية ترامب وعلى وصوله إلى البيت الأبيض. ولكن المفاجئ أنه ترامب حصل على 69 مليون صوت، في حين أنه فاز في انتخابات عام 2016 بعد حصوله على 62 مليون طيب صوت، دكتور وبالتالي رضوان، في القاعدة هذه النقطة الانتخابية لدى ترامب لم تثبت على ذاتها وإنما توسعت، وأعتقد بالضبط، يعني هذه ترامب هو المثير في هذه القاعدة. ترامب لم يعد ظاهرة عرضية في المشهد الأمريكي، ظاهرة متأصلة ومتجذرة. تماما، هذا الذي أقوله، أنه بالضبط. ظاهرة سياسية شعبوية بالرغم من كل الأخطاء التي ارتكبها على مدى الأربع سنوات، وبالرغم من إجراءات الديمقراطيين في عزله والتي فشلت بعد تبرئته من قبل مجلس الشيوخ، بالرغم من عدد الوفيات، يعني عدد وفيات الكورونا تقريبا خمس عدد وفيات العالم في الولايات المتحدة، بالرغم ذلك زاد عدد المصوتين له بشكل أكثر من 5 مليون في التصويت الشعبي. طبعا بايدن ما زال أكبر في التصويت الشعبي بحدود 72 مليون، لكن كل ذلك يشير إلى أنه ظاهرة بشكل يجب دراستها على المستوى السياسي، كيف تمكن ترامب تقريبا من الحصول على هذا العدد الأكبر من الأصوات، وكيف يمزج بين عدد كبير من يقومون بحبه وعدد كبير من يقوم بكراهيته. وهذا تقريبا عندما نقول أنه شخصية controversial، يعني شخصية إشكالية، يعني تقريبا يمكن تشبيهه بما جرى بيرلسكوني في إيطاليا الذي سيطر على إيطاليا بعد عام 1996 وسيطر على وسائل الإعلام ومن خلالها وصل إلى رئيس الوزراء وبقي إلى اليوم تقريبا رئيسا بعد اعتزاله السياسة بسبب الحكم القضائي، شخصية إشكالية. ولذلك يعني هذه الشخصيات التي تمر في كل فترة تقريبا في الحياة السياسية الأمريكية أو الأوروبية تترك انطباعات وتترك بصمات يجب أخذها في عين الاعتبار. هو قبل الذهاب إلى جو بايدن، هناك أيضا في هذه الانتخابات ظاهرة ملفتة، هو ما عرف في الولايات المتحدة الأمريكية بجمهوريون ضد ترامب. ممكن العنوان الأبرز لذلك هي عائلة جو ماكين، يعني السياسي الأمريكي الجمهوري، وحتى أن هذه العائلة قادت حملة ضد ترامب. هل هذا يعني بأن ممكن ترامب سيحدث ليس تغييرا فقط في المشهد بين مع الجمهوري وضد، ولكن حتى داخل الجمهوريون، داخل الجمهوريين عفوا، سيحدث نوع من إعادة ترتيب البيت؟ الذي حدث هو صحيح، طبعا عائلة ماكين الذي يعتبر أيقونة في ولاية أريزونا من خلال تاريخه في الحرب ومن خلال دوره السياسي كسيناتور عن ولاية أريزونا لثلاثة عقود متتالية. عائلة زوجة السيناتور ماكين الراحل وابنته دعموا المرشح بايدن وقاموا بحملة في كل ولاية أريزونا من أجل التصويت للمرشح بايدن الذي كان هو صديق شخصي لجون ماكين. ولذلك ربما الآن يعني شبكات التلفزيون الأمريكية تمتلئ بالتحليلات أن ربما أن إرث ماكين أو أن روح ماكين التي عاداها ترامب الآن تعود من رقادها من أجل أن تحاسب ترامب من خلال التصويت لمنافسه. يعني قلب ولاية أريزونا هو تقريبا الذي حسم العملية الانتخابية لصالح المرشح بايدن. لكن من جهة أخرى كما أشر، هناك داخل الحزب الجمهوري وبداية الحملة الانتخابية جمهوريون ضد ترامب، يطلق عليهم ترامب نيفر ترامبرز، يعني الذين يصوتون إلى أي شخص ما عدا ترامب. وأعتقد هؤلاء طوروا ما يسمى، أنشأوا عليه مشروع لينكولن، يعني أخذوا من اسم أنه إبراهام لينكولن يعتبر أعظم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وهو الذي أسس الحزب الجمهوري الجديد تقريبا، ولذلك يعتبرون أنفسهم أوفياء للينكولن لكن ضد القيم التي يعكسها ترامب. هؤلاء تقريبا قاموا بحملة انتخابية وجمعوا عدد من الأموال وكانوا فعالين، لأنهم تقريبا
يقولون انه اعتقد ترامب لم يخرج الولايات المتحدة عن مسارها وقيمها، وانما الحزب الجمهوري مع ترامب خسر عن قيمه ومبادئه. لكن السؤال الان، هل سوف يعيد الحزب الجمهوري التفكير في كل هذه الخيارات؟ لا ننسى انه بعد انتخابات عام 2012، بعد خسارة المرشح الجمهوري ميت رومني أمام الرئيس في تلك الفترة باراك أوباما، طلب الحزب الجمهوري تقريبا تشكيل هيئة من أجل البحث في أسباب الخسارة، وكان من أهم التوصيات في تلك الفترة أنه يجب البحث في إضمان الأقليات السود، الأمريكيين من أصول لاتينية داخل الحزب الجمهوري، وتخفيف المواقف العقائدية داخل الحزب من أجل ضمان بناء تحالف قوي من هذه التجمعات لضمان الوصول. طبعا لم ي... مع ما اختيار الحزب الجمهوري لترامب كي يكون مرشح الى البيت الابيض في 2016، لم يلتزم الحزب الجمهوري من اي من هذه التوصيات، ولذلك الاسبوع الماضي السيناتور ميت رومني والسيناتور بن ساس، وكلاهما عن ولايه يوتا، كلاهما اشار ان كل هذه التوصيات تم وضعها في سله المهملات ولا يتم اخذ الاعتبار بها، ولذلك الان تقريبا يمكن القول ان الحزب الجمهوري في ازمه حقيقيه لاعاده البحث عن جذوره وهويته. دكتور، خاصه لو فعلا تاكد فوز جو بايدن. تبقى معنا دكتور لمتابعه تفاعل السياسيين والاعلاميين مع هذه الاجواء في الولايات المتحده الامريكيه. الاعلامي عبد الباري عطوان كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: ست نقاط تفصل بايدن عن البيت الأبيض بعد فوزه بميتشيغان، وربما سنقوم بواجب العزاء لحلفاء ترامب الذين وضعوا كل ملياراتهم في سلته، اللهم لا شمت. الحائز على جائزة نوبل للسلام السياسية اليمنية توكل كرمان: بسقوط ترامب ستتراجع موجة الكراهية والتعصب في العالم حسب رأيها، وليس فقط في أمريكا. أمريكا تتجه لتطوي أو أمريكا تتجه لتطوي واحدة من أبشع موجات الكراهية، سنرى ذلك. خديجة جانكيز، خطيبة الراحل جمال خاشقجي الذي مات أو قتل في عهد ترامب: بغض النظر من سيدخل البيت الأبيض، أنا أنتظر من الفائز أن يقف موقف منصف ويطالب بتحقيق عادل وشفاف مع محمد بن سلمان، وسأظل أطالب بتحقيق دولي مع المسؤول عن قتل جمال خاشقجي مهما طال الزمن. السياسي المصري محمد محسوب غرد قائلا أو كتب: أيا كانت نتيجة انتخابات أمريكا، سيذكر التاريخ شغف شعوب عربية لفوز بايدن ليدفع بعض قسوة حكامها وتمني حكامهم فوز ترامب ليدعم قامع شعوبهم. يعني لا أتوقع، يعني الله أعلم عن أي شعوب عربية تحدث محمد محسوب. شعوب عربية تتمنى فوز بايدن؟ الله أعلم. ياسر الزعترة: كل هرطقات ترامب لن تنفعه بشيء، سيحاول العقلاء أن يقنعوه بالاعتراف بالهزيمة، إذا نجحوا فستكون التداعيات أقل من حيث سلوك أنصاره. أيا يكن، فقد فقدت أمريكا الكثير من تماسكها وقادمها أسوأ. إذا نعود معك أستاذ الدكتور رضوان، عفوا دكتور رضوان، قبل هذه الانتخابات الديمقراطيون ووسائل الإعلام التابعة لهم أو لا تتحدث باسمهم تحدثت عن موجة زرقاء في هذه الانتخابات، وتحدثت أيضا عن فوز باهر لبايدن، ولكن يبدو أنه لو فاز وانتصر بايدن سيكون مبتورا هذا الفوز، ولم تكن هناك موجة زرقاء. ولذلك الديمقراطيون والليبراليون والحزب الديمقراطي في حالة موجة تقريبا صادمة للغاية، أن ترامب زاد عدد المصوتين كما ترامب 7 مليون بالرغم من كل ما جرى، وبنفس الوقت أن التوقعات الكبيرة، أن كل استطلاعات الرأي أصبحت يعني كاذبة ولم تصدق في توقعاتها. توقعت أن يكون على المستوى الولايات، مثلا ولاية ويسكونسن كان هناك الفارق في استطلاعات الرأي من 11 إلى 12 نقطة، طبعا الآن الفارق هو أقل من 7000 صوت. توقعات أيضا فيما يتعلق بأن يفوز الديمقراطيين بولايات مثل تكساس وكان طموحهم كبير فيها، وولايات مثل فلوريدا وأوهايو وغيرها. طبعا فاز الجمهوريون وفاز ترامب بأفضلية مريحة،
ولذلك أعتقد أن هناك حالة صدمة، والصدمة الأخرى التي ما زال الآن الديمقراطيين يعيشونها، يعني كانت توقعاتهم أن يسيطروا على مجلس الشيوخ بأكثر من 4 مقاعد، إلى الآن تقريبا يتفوق الجمهوريون بمقعد، وأعتقد الآن ما زال 5 مقاعد لم يحسم أمرها، لكن غالبا ما سوف يتفوق الجمهوريون بمقعد واحد، وربما إذا فاز الديمقراطيون في البيت الأبيض فإن نائب الرئيس بوصفه رئيس لمجلس الشيوخ ربما يجعل يعني المساواة تماما في مجلس الشيوخ، وبالتالي هذه الموجة الزرقاء التي توقعها الديمقراطيون أصيبوا بخيبة أمل، وخيبة أمل كبيرة، بالرغم من أن الحزب الديمقراطي صرف على هذه الانتخابات في حجم الأموال التي صرفت لم تصرف في تاريخ الولايات المتحدة، يعني كلفت هذه الحملة الانتخابية ما يعادل 6.4 مليار دولار، وتقريبا جمع حملة بايدن الرئاسية ما يفوق عن 820 مليون دولار، وأعتقد هذا رقم مذهل للغاية، تقريبا 30% جمعوا من قبل الأمريكيين العاديين الذين لا يريدون ترامب في البيت هو الأبيض في أي شكل من الأشكال. دكتور، هذه الانتخابات كما ذكرت ستدفع بالعديد من علماء الاجتماع والمفكرين وعلماء يعني أنثروبولوجيا الشعوب إلى معرفة هذه الظاهرة، ترامب ماذا يمثل بالنسبة للمجتمع الأمريكي والشعب الأمريكي عموما. أختم معك بهذه النقطة، تحدثت عن القنوات التلفزيونية وأيضا أشرت إلى مؤسسات الاستطلاع، يبدو أنها الآن في مرحلة مساءلة هذه المؤسسات، إن كان دور الإعلام في هذه الانتخابات في الحملة وأثناء عملية الفرز، كان هناك عملية تحشيد غير مباشرة ولكن جعلت خلقت أجواء مشحونة في الولايات المتحدة الأمريكية، واتهمت وسائل الإعلام بأن أحد الأسباب الرئيسية في ذلك. أيضا مؤسسات الاستطلاع الرأي كما ذكرت هذه المرة أيضا فشلت في أن على الأقل تكون قريبة من الواقع. هذا تقريبا تحولت وسائل الإعلام الأمريكية إلى وسائل إعلام حزبية، حتى وسائل الإعلام المعروفة تقليديا يعني بحياديتها مثل سي ان ان تقريبا هي انحازت إلى المرشح بايدن بشكل خفي، هو ما نسميه يعني بعلم السلوك النفسي implicit bias، يعني تحيز ضمني، بمعنى هي لم تقول دائما انه نحن على مسافه واحده من المرشح الجمهوري والديمقراطي، لكن هي كانت تستهدف بشكل كبير كفضح ادعاءات وكذب ترامب المستمر، ولذلك انقسم معها الجمهور الامريكي، هناك جمهور لا يتابع الا الفوكس نيوز ويستمد كل معلوماته وحقائقه من الفوكس نيوز، وهناك جمهور اخر لا يتابع سوى سي ان بي سي التي هي تعتبر الصوت الديمقراطي في هذه في الحياه السياسيه الامريكيه، وبالتالي يعني الانقسام الحزبي الكبير الذي نشهده الى الان بعد مرور 48 ساعه لم تحسم فرز الاصوات، وحتى عندما تم حسمها فان الكثير من الولايات مثل ولايات ويسكونسن جورجيا وغيرها فان النتائج هي في بضعه الاف، وبالتالي هناك انقسام عميق داخل المجتمع الامريكي، ولذلك بايدن البارحه عندما تحدث في مؤتمر الصحفي واشار الى اكثر من مره بالرغم من انني مرشح ديمقراطي لكنني انا مرشح كل الامريكيين، وانه ليس هناك ولايات زرقاء وحمراء وانما هناك الولايات المتحده الامريكيه. طبعا هذا خطاب معتاد عليه من قبل المرشحين الذين يفوزون بالبيت الابيض ما عدا ترامب الذي استخدم نفس اللغه، لكن كانت سياساته دائما ما تحرض على التفرقه وعلى التمييز وعلى العنصريه ضد بعض الاقليات، ولذلك الان ربما الامريكيون يحتاجون العوده الى النورمالسي، يعني كما هذا المصطلح العوده الى الاعتياديه، يعني يريد الامريكيون ان يعودون الى الحياه الاعتياديه بعد 4 سنوات من الفوضى ومن الاستخدام وسائل الاعلام. نحن سننتظر اكمال عمليه الفرز وكيف ستكون النتائج لنرى فعلا هل ستعود الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع والشعب الامريكي الى هذه الاعتياديه. اشكرك دكتور رضوان زياده الاكاديمي والباحث شكرا المختص لك. في الشان
الأمريكي. رافقتنا، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك دكتور. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لاستكمال المشهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من المشهد. حلقة اليوم كما ذكرنا نخصصها في متابعة لأجواء آخر ساعات عملية الفرز في الانتخابات، فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بايدن يتقدم، ترامب يلاحقه، ما زالت 5 إلى 6 ولايات لم تحسم فيها النتائج إلى الآن، ما يعرف بالولايات المتأرجحة، قد تحسم أو قد تبعت بكل هذه العملية إلى القضاء، وتداعي ذلك على الداخل الأمريكي وأيضا على المواقف الدولية. هذا ما سنبحثه في الجزء الثاني، المواقف الدولية وكيف يتابع العالم هذه الانتخابات، وكيف هي الانتظارات من القادم الجديد البيت الأبيض. نرحب بضيفنا في الاستوديو، عفوا، الأستاذ أمجد جبريل، الباحث متخصص في العلاقات الدولية. أستاذ أمجد أهلا بك. أهلا. أستسمحك قبل أن نبدأ النقاش، نذهب إلى هذا التقرير للزميل سعيد محمود. هكذا بدا الشارع الأمريكي في عدة ولايات. يقول هؤلاء إن سبب احتجاجهم استمرار الغموض وعدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية والجدل الدائر بخصوص الأصوات عبر البريد. الاحتجاجات الشعبية وصلت إلى قطع الطرقات في ولاية مثل نيويورك ولوس أنجلوس، ما دفع الشرطة لتفريقهم بالقوة واعتقال عدد منهم، في حين شهدت ولايات أخرى مثل فيلادلفيا وديترويت وشيكاغو احتجاجات سلمية دون وقوع مشاكل بحسب وكالة الأناضول. التقدم الأخير لبايدن وحصده المزيد من أصوات المجمع الانتخابي وخاصة في ولاية ميشيغان لصالحه في سباق الرئاسة، يجعله على بعد خطوة واحدة فقط من البيت الأبيض ليعلن في أول ظهور له بعد عملية الاقتراع أنه قد حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة، وأضاف أمام مجموعة من أنصاره بأن الولايات المتحدة حققت الكثير، إنه لا يقبل بإسكاته وأن انتصاره هو انتصار للديمقراطية الأمريكية، وقال إنه وفي حال فوزه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين فيما تبقى حتى الآن 5 ولايات لم تحسم بعد، هي ألاسكا ونيفادا ونورث كارولاينا وجورجيا وبنسلفانيا. بدوره نفى المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن يكون قد خسر السباق، وتقدمت حملته رسميا بطعون أمام القضاء. وكان ترامب قد كتب في تغريدة له على تويتر بأنه كان متقدما بالأمس في ولايات مهمة إلى أن بدأت هذه الولايات في الاختفاء بشكل سحري. وأكدت حملته الانتخابية بأنها ستطلب على الفور إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن، لترد مفوضة الانتخابات في الولاية بأنه لا مجال لتزييف أي بطاقة انتخابية. وقال إد فولي الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو إنه إذا تم الاحتكام إلى القضاء قد يستمر الوضع عدة أسابيع. وكان ترامب قد هدد باللجوء إلى المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة، وقال إن هناك عملية احتيال تجري على الشعب الأمريكي بحسب تعبيره، في حين صرحت حملة بايدن الانتخابية بأنها ستتصدى لترامب قانونيا في حال لجوئه للمحكمة لمنع الاحتساب الدقيق للأصوات. وأكدت أن محاولة ترامب لوقف فرز الأصوات فعل شائن وغير مسبوق. اعتراض ترامب وتأكيده المستمر على حصول تزوير يرى مراقبون بأنه قد يدخل البلاد في غمار سيناريوهات قانونية معقدة قد تؤدي إلى تأجيج الشارع وانقسامه. إذن أستاذ أمجد، كما شاهدنا في التقرير، أجواء داخلية فيها شحن، فيها أيضا توتر، هذا سينعكس على الخارج، على المواقف الدولية. هناك تصريح مثلا وزير الدفاع الألمانية قال بأن الخوف إلى ذهاب إلى أزمة دستورية ممكن تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية وما سيعني ذلك للعالم. أولا قبل أن نذهب إلى الاستشراف والانتظارات، كيف نقيم مرحلة ترامب في إدارته للملفات الخارجية على رأسها
المنطقة العربية، القضية الفلسطينية، الوضع في الخليج، تركيا، إيران وخلافه. هو بشكل موجز يمكن القول أنه أدخل العالم كله في مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة الانتقالية في أواخرها بدأت كأنها فوضى، يعني ما يشبه الفوضى العالمية. يعني هو عندما صعد رئيس ترامب قيل أنه يعني يعمل خلخلة في عنصرين أساسيين، عنصر الاقتصاد العالمي وعنصر الأمن العالمي. يعني لو نظرت إلى المنطقة العربية سترى أن هناك أزمات كثيرة تفجرت بسبب سياسة رئيس ترامب، مثلا موضوع حصار قطر اللي سببه الرئيس بالمناسبة هو غموض سياسة الرئيس ترامب، أو أنه يعني يبدو كأنه هو أعطى الضوء الأخضر للحصار في البداية، ثم الإدارة تعرف أنه القرار الخارجي دائما موزع بين الرئيس وبين البنتاغون أو وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ولجان الكونغرس وهو المختصة أتى مباشرة بعد زيارة المملكة العربية السعودية مباشرة تماما، وهي أول زيارة وهو تقريبا افتتح بعد بها 48 ساعة عهد الأزمات في في المنطقة، المنطقة. لأنه هي زيارة على ما أظن انتهت 23 مايو، بعدها مباشرة في 5/6 كان يعني بداية الحصار على قطر. فيعني باختصار هو أجج الصراعات الموجودة في المنطقة، أضاف عامل مهم جدا هو عامل العقوبات، هو يعني من الرؤساء الذين صعدوا في موضوع العقوبات بالذات ضد إيران. هو رئيس العقوبات بامتياز، أيوة يعني عاقب الجميع. هذه الكلمة ربما هو رئيس العقوبات فعلا. أيضا عاقب يعني تركيا في أوقات كثيرة، إحنا هنا شعرنا بأزمات اقتصادية تخص الليرة تخص الاقتصاد بسبب الأزمات مع عاقب الولايات الصين المتحدة، أيضا. وعاقب الصين. هو لم يعني شوف هو لم يترك دولة تقريبا إلا عاقبها. فنزويلا، كوريا الشمالية، الصين، تركيا، إيران، يعني الشيء اللافت فيه أنه كان معجبا بالمستبدين دائما، وأنه سعى إلى اتفاقات مع كوريا الشمالية، يعني حاول أن يعني وهو لقاء يتقارب. تاريخي على يعني هو في الواقع يعني محكوم بعقلية الصفقة وذهنية الصفقة فعلا، هو يعني رجل فعلا يطبق ليس أمريكا أولا، يطبق ترامب أولا. هو منذ البداية معني بصورته كرئيس بالذات في إنجازات السياسة الخارجية، هو يريد أن يقول إنه يستحق نوبل للسلام مثل أوباما الذي كان العالم مخطئا عندما منحه يعني نوبل للسلام. فبالذات في الآخر شهور الأخيرة لو لاحظت دبلوماسية الرئيس ترامب كلها تركز على على فكرة، ولم يخطئ العالم فقط مع أوباما، أخطأ مع الكثير في نوبل. بكل تأكيد طبعا، يعني هناك اعتبارات تحكم هذه الجائزة، لكن المقصد يعني أنه ركز في دبلوماسيته على بعض الأمور، ومنها موضوع التطبيع العربي الإسرائيلي حتى يقدم للناخب الأمريكي أننا أمنت إسرائيل ويرضي القاعدة الإنجيلية أو الصهيونية الداخلية اللي في المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر ركز على موضوع يعني تحفيز العالم على أن ينسى تداعيات جائحة كورونا على الداخل الأمريكي بالذات، وبالذات موضوع البطالة والاقتصاد. وعندك ولكن جائحة كورونا أتت متأخرا حتى نفهم أيضا، قبل جائحة كورونا كان الوضع الاقتصادي في المتحدة الأمريكية أفضل بكثير مما كان عليه في فترات سابقة، كان هناك حالة من الأمان المالي، كذلك نسبة البطالة تراجعت. ممكن كما يقول بعض المتابعين بأن كورونا هي أحد أسباب هزيمة ترامب، أو هي التي هزمته بشكل مباشر. أنا رأيي الشخصي أنها هي الناخب الأساسي في هذه الانتخابات هو جائحة كورونا، يعني التي استهزأ بها قبل ذلك ترامب واعتبر بأنها مسألة عابرة. يعني ومنذ بداية الأزمة كتبت تقديرات موقف أن إدارة يعني ترامب لهذه الجائحة قد تكون أسوأ النقاط التي تؤثر عليه في الانتخابات، لأنه طبعا هذه الجائحة تؤثر كثيرا في الناحية الصحية كما هو معروف، وتؤثر في الناحية الاقتصادية، وربما هي خلقت أو عمقت الانقسام الأمريكي الداخلي. إحنا شفنا أحداث جورج فلويد، ومستوى العنصرية زاد طبعا في عهده، وهو بالمناسبة هو رئيس يشجع على هذه الأمور، العنصرية والعنف، وهو لا يحث أنصاره على التزام الصمت. ده ترى في نتائج الانتخابات الأمريكية كأنه يدعو الناس إلى يعني التمرد. هو كانت عنده حتى تصريحات تخص بعض الشعوب وبعض الدول فيها طابع عنصري، هذا في اتجاه البرازيل، في اتجاه فرنسا، بعض الدول أيضا. هذا صحيح، وعنصرية تجاه النساء، وتصريحات أحيانا غير لائقة تجاه دول حليفة مثل ألمانيا. ولا تنسى أنه خرج من كل يعني أغلب الاتفاقات الدولية خرج منها، يعني هو في الحقيقة وبالذات عندما خرج من منظمة الصحة العالمية وانسحب من اتفاقية باريس، اتفاقية المناخ لباريس التي العالمي. وعد بايدن بأنها سيعود لها. طيب مهم جدا هذه الإشارات. أيضا كان ترامب وفر غطاء لقادة في الشرق الأوسط، أساسا محمد بن سلمان الذي صعد نجمه مع ترامب.
هذا صحيح. هو الرئيس ترامب يعني انسجاما مع هذه السياسة الكلية إذا جاز القول، وبالمناسبة دعنا نؤكد من البداية أنه لا يوجد لديه جراند استراتيجي، يعني لا يوجد لديه استراتيجية كبرى. يعني إذا قارنت بين أوباما وبين ترامب يتضح لك فارق كبير جدا. يعني هو أوباما يتعامل مع الصين بطريقة ذكية أكثر بكثير من طريقة الرئيس ترامب، ونفس الشيء مع إيران بالمناسبة. يعني هو بالمناسبة أوباما لا يحب إيران ولا شيء، القضية كلها أنه يدير معها صراع بشكل تكتيكي بحيث يصل إلى تهدئة سلوك إيران الإقليمي. طبعا هو لم ينجح في ذلك، لكن على كل حال هو كان يحاول. الرئيس ترامب بشكل عام يعني دعم الثلاثي المصري الإماراتي السعودي، وطبعا بكل تأكيد الإسرائيلي، بشكل قوي جدا. والآن هذا ما يتحدثون عنه، هذا إرث ترامب في هذه المنطقة، بمعنى أنه حتى لو جاء جو بايدن يصعب عليه أن يتخطى هذه العلاقات السابقة. طبعا هذا أصبح أمر واقع الآن، يعني مسار التطبيع والملف النووي الإيراني، وكذلك ما يقع في نقل السفارة الإسرائيلية إلى عفوا الأمريكية إلى القدس، هذا أمر واقع. لا أتوقع بأن بايدن سيتراجع في ذلك، ممكن سيرمم بعض هذه السياسات. هو يعني يتوقع أنه يعني الرئيس جو بايدن المرشح إذا فاز يتوقع منه أن يأخذ خطوات يعود بها إلى مستوى حل الدولتين، على الأقل إحياء الوهم. طيب سنعود لجو بايدن في الجزء الثاني. نبقى مع ترامب. ترامب أيضا شنج العلاقة مع تركيا بشكل كبير جدا، ولكن كان يناور وكان أيضا يقول بأنه تربطه علاقات شخصية مع الرئيس رجب طيب أردوغان. نفس الكلام كان يقوله حتى على روسيا، ولكن نبقى في تركيا. كيف ترى هذه الفترة في مع ترامب وتركيا؟ هي بالتأكيد هي فترة مضطربة، وهذا كما قلنا يعود جزئيا إلى شخصية الرئيس، ويعود بالمناسبة إلى شيء مهم جدا. يعني فترة ترامب في اعتقادي أنها واحدة من الفترات تثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بحالة انكفاء. يعني بالنسبة للشرق الأوسط المصالح الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط مؤمنة، يعني مثلا تأمين إسرائيل أو أمن إسرائيل فهي متفوقة عسكريا على أغلب جيرانها العرب أو حتى مجتمعين مرة واحدة. يعني وانت بشوف النقاشات حول موضوع الاف 35 وانه لابد إسرائيل أن تحصل على تعويضات مقابل حصول إذا حصلت الإمارات على ذلك، فهناك هذه مصلحة أمن إسرائيل مؤمنة. ومصلحة النفط الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع النفط الصخري يجعلها تقريبا واحدة من الدول الكبرى في إنتاج النفط، بمعنى آخر أنها لم تعد بحاجة كثيرة إلى نفط المنطقة والنفط السعودية إضافة بالتحديد. إلى الآن يعني الخطوات المتقدمة في الطاقة البديلة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية خطوات جبارة في هذا المجال. هذا صحيح، وهذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية يعني تيمم وجهها قليلا ناحية الشرق أو ناحية الصين. يعني هي في حالة لا تحتاج فيها إلى خدمات الحلفاء في المنطقة، وربما باستثناء إسرائيل، وهذا ربما يعطي مؤشر على أنه جو بايدن في الأغلب سيتجه إلى بحر الصين. صحيح هو سيعمل مع دول المنطقة، مع السعودية ومصر إلى آخره، لكنه أيضا في اعتقاد أنه سيبدأ يضغط، على الأقل هو يغير المناخ السابق. هذا بالنسبة لجو بايدن. نعم. على كل نحن سنأتي لذلك. أختم معك، ذكرت الصين، يعني أغلب الاستراتيجيين الآن في العالم يتحدثون بأن لا العشرية القادمة وممكن حتى العقدين القادمين سيكونان هناك في البحر الصين، هناك المعركة الاستراتيجية التي ستشكل الخارطة الجديدة في العالم. ترامب افتتحها بهذه المناوشات مع الصين. هذا صحيح، ويعتبره يعني خصم استراتيجي بامتياز. يعني هذا صحيح، وهو المشكل. أنا في رأيي المشكل في الرئيس ترامب أنه يتجاوز المؤسسات الموجودة. يعني المؤسسات الأمريكية تقييمها أن روسيا من الناحية الاستراتيجية والأمنية أخطر بكثير من الصين، وأنه من الممكن أنه يحدث تعاون مع الصين أو تفاهم ما، باعتبار أنهما الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم، وأنه ممكن يحدث تقاسم للنفوذ، تقاسم للمصالح أو شيء من هذا النوع. لكن حالة روسيا هي حالة مختلفة، يعني مثلا هي لعبت في الأزمة السورية بطريقة يعني تجعل أنها لابد أن تكون هي المتحكم في كل الأزمة السورية، يعني لا يوجد شريك آخر لها على المستوى الدولي في هذه النقطة. نفس الشيء في صراعات معينة ستجد أنه الروس دائما يأخذون في ليبيا مثلا، في القوقاز الآن، وفي القوقاز أيضا نسبيا. هناك مواقف روسية مختلفة تماما عن المواقف الأمريكية، وهذا يجعل المؤسسة الأمريكية تقول دائما أن روسيا هي التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية، وفي المقابل يقولون ببعض التعاون مع الصين. بس واضح أنه رئيس ترامب لديه مشكلة مع المؤسسات، يعني تقييمات المؤسسات لا يبدو أنها مقنعة له. وسأذكرك حالا، وهو الذي أقال تقريبا أغلب من مروا بهذه المؤسسات، تحت على المؤسسات على
البنتاغون او وزاره الخارجيه وكاله الاستخبارات الامريكيه وبقيه. ولو حبينا نوصف فتره ترامب بالمناسبه خلينا نوصفها بانها فتره استقالات، يعني لا يوجد الاقالات عبر تويتر، يعني اقالات او استقالات، يعني مثلا جيم ماتيس مثلا وزير الدفاع هو استقال بمحض ارادته، ويبدو انه واحد من الاسباب الرئيسيه هو موضوع سوريا بالنسبه اليه، وموضوع ايران كان هناك خلاف بينه وبين الرئيس، ويبدو انه لا يعجبه طريقه عمل الرئيس، انها يبدو انها ليست منضبطه او انها عشوائيه نسبيا، فهذا طبعا يصعب الامور على طيب سنرى كيف سيخوض جو بايدن كل هذه الملفات، او كيف سيقدم بدائل او لون اخر للاداء السياسه او لاداء السياسه الخارجيه الامريكيه. نتابع مع بعض مشاهدينا هذا التعريف بجو بايدن، قد يكون هو الساكن الجديد في البيت الابيض. إذن أستاذ أمجد، جو بايدن الديمقراطي أو مرشح الحزب الديمقراطي الآن، يعني أجواء الفرز والنتائج تقول بأنه الأقرب أن يكون هو الرئيس، لكن ممكن هناك مفاجآت على كل مزاد، بعض الولايات لم تحسم بعد. جو بايدن، ولن نبدأ على المستوى الدولي، وعد بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ التي اعتبرت يعني أو اعتبر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية معها في عهد ترامب أو قرار ترامب بالانسحاب كارثة، يعني تمس جملة الاتفاقات التي هي في علاقة بالمناخ والبيئة في العالم. نعم، هذه في العلاقات الدولية يسمونها مدرسة الليبرالية الواقعية، عكس ترامب اللي هو طبعا مدرسة القوة، يعني هذه مدرسة الواقعية بأجل صورها، يعني واقعية الهجومية حتى، يعني هو ترامب يهاجم التحالفات والمؤسسات الدولية وينسحب منها ويأخذ موقفا منها، موقفا أحيانا لا يبدو منطقيا. وبالمناسبة بمجرد وجود جون بولتون كمستشار للأمن القومي، يعني هذا يعطيك دلالة، هذا الرجل عندما كان مندوب أمريكا في مجلس الأمن أيام رئاسة جورج بوش الابن الأولى، يعني هذا الرجل له يحتقر المؤسسات الدولية ومستعد أن يتحدث الأمم المتحدة بطريقة كأنه باعتبار الأمم المتحدة أنها ألعوبة في يد الأمريكيين. فطبعا يعني جو بايدن ينتمي إلى مدرسة مختلفة، وخلينا نركز أنه هذا سياسي عتيد وقديم جدا، يعني لديه خبرة سياسية ربما تفوق 50 عاما وثمان سنوات كنائب رئيس، فبالتالي لديه حصيلة من الخبرة وعضو مجلس شيوخ لفترة طويلة أيضا، فلديه خبرة طويلة جدا في ملفات المنطقة وملفات العالم، فهذا يتوقع منه يعني على الأقل أنه رجل أكثر مؤسسية ورجل أكثر تمثيلا ل خلينا نقول السياسة الأمريكية التقليدية القائمة في الواقع على يعني تحرير التجارة، القائمة على تبادل المنافع، القائم على تشجيع المؤسسات الدولية بالمناسبة، وليس مهاجمتها أيضاً على الصفقات والتسويات، لأنه يعني نعرف تاريخ الديمقراطيين هو خاصة في القضايا تخص المنطقة تاريخ صفقات وتسويات واتفاقات، كم ديفيد جيمي كارتر، أوسلو، بيل كلينتون، فالتهدئة التامة، ونتذكر الخطاب الشهير لأوباما في القاهرة وفي إسطنبول، يعني في آخر الأمر الديمقراطيون يلعبون على هذا الهوامش التي ممكن توفر لهم اختراقات. هذا صحيح، الديمقراطيون يعني هم أناس أقوياء ويمارسون الدبلوماسية بشكل عام أكثر بكثير طبعا من الجمهوريين. الجمهوريين مرتبطين بالأمن القومي وفكرة القوة والقوة العسكرية بالتحديد، يعني لو نتذكر أيام جورج بوش الابن، الرجل وصل إلى درجة أنه يريد أن يغير أنظمة، يعني يسقط العراق، يريد أن يغير، حتى كان يريد أن يغير إيران مع رونالد ريغان ومشروع حرب النجوم. يعني بشكل عام مدرسة الحزب الجمهوري هي مدرسة العلاقات الدولية الواقعية الهجومية في أغلب الأحيان، عكس الديمقراطيين الذين يسيرون غالبا بدبلوماسية أكثر وبنعومة أكثر. وبالمناسبة لا يعني هذا أنهم يفرطون بالمصالح الأمريكية، وإنما هي بس مقاربة مؤسسية أكثر، تركز على التعامل مع مؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية، هذه المؤسسات بحيث يشتغل من خلالها ويحقق المصالح الأمريكية. أتذكر قوله للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو عندما سئل من تفضل الجمهوري أم الديمقراطي، قال ما الفرق في حذاءين يلبسهم شخص واحد، يعني هذا كلاهما يسطرون سياسة واحدة ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية الواحدة. أنا فقط استرعى انتباهي
يعني بعض التدوينات التي تحدثت عن أنه مثلا محمد محسوب السياسي المصري قال أيا كانت نتيجة انتخابات أمريكا سيذكر التاريخ شغف شعوب عربية لفوز بايدن ليدفع بعد قسوة حكامها وتمني حكامهم فوز ترامب ليدعم قمع شعوبي. إلى مدى يعني هل الشعوب العربية فعلا هي لم تقم بعملية الفرز تجاه هذا الأمريكي كان بايدن أو ترامب؟ أنا أعتقد أنه بعد الثورات العربية أظن أن هناك حالة من الوعي أفضل من ذي قبل، وأنه إحنا بنتعامل مع هذه الانتخابات يعني ليس بشكل شخصي. يعني هو الرئيس إذا جاز القول الرئيس بايدن هو لن يغير السياسة الأمريكية كلية، وإنما هو سيجمل السياسة الأمريكية إذا جاز القول. وبالمناسبة من المحتمل أنه يلتفت إلى موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان خطابيا على الأقل بشكل أكثر من الرئيس ترامب. يعني ترامب مثلا وصف السيسي بأنه دكتاتوره المفضل، ولكنه بايدن تمنى نجاح أو تمنى الانقلاب في تركيا. يعني هذا الديمقراطي كيف ينظر للانقلابات يعني أو كيف ينظر؟ هو بشكل عام يعني الديمقراطية الأمريكية في رأيي الشخصي هي ديمقراطية انتقائية، يعني هي تحدد مصالحها كيس باي كيس. يعني المصالح الأمريكية تجاه تركيا ليست هي المصالح تجاه مصر. يعني مثلا انقلاب في مصر سيتم الترحيب به، انقلاب في تركيا ممكن يكون وضع مختلف قليلا. يعني هناك تشجيع مثلا لمحمد بن سلمان وسلوك محمد بن سلمان، وإدارة أوباما بالمناسبة لم تكن مشجعة لسلوك السيسي، بالعكس الرئيس أوباما حاول عبر الكونغرس، هو لم يمس المساعدات الأمريكية لمصر، لكنه في التحليل الأخير هو في حرج لأنه يعني الكونغرس والدستور الأمريكي يمنع تقديم مساعدات لدول يصل قادتها بانقلابات عسكرية وينفذون ما حدث في مصر. فلذلك هو في حرج ويحاول طبعا إخراجه بشكل يعني إذا جاز القول دبلوماسي، بحيث لا يبدو الرئيس نفسه في مأزق أنه يبرر السياسات الأمريكية. ممكن هو على فكرة جو بايدن وكان 8 سنوات نائب لأوباما، ممكن هو سيلعب على أن يعني يخرج السياسة الخارجية الأمريكية من هذا الحرج التي وقعت فيه على المستوى الدولي. الوقت دائما للأسف أستاذ أمجد، وما زالت كثير ممكن نقوله عن السياسة الخارجية الأمريكية. نحن في متابعة دائما لهذه الانتخابات ولتداعياتها على السياسة الخارجية الأمريكية، ننتظر ما سيكون الرئيس، ممكن نتلمس ملامح هذه السياسة في الفترة القادمة. أشكرك أستاذ أمجد جبريل الباحث متخصص في القضايا الدولية.